بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات النادرة جدا، وهي بكتيريا خدتها من أحد مناطق البحرية. طبعا هذه البكتيريا عبارة عن بكتيريا قد تسبب أمراض من مثل التهابات الحلق، ممكن تعيش في الأنسجة، ممكن تعيش أيضا في الفم، ممكن تكون من ضمنها بكتيريا الحلزونية، وبكتيريا أيضا يوجد فيها بكتيريا عنقودية أيضا. وأنا أنصحكم يعني بدراسة البكتيريا وتطوير هذا المجال، ودراسة الميكروبات والمتواجدة في المناطق البحرية والمناطق أيضا التي توجد فيها نباتات مصابة، ممكن تلقى أنواع من البكتيريا التي سببت هذه الأمراض. طبعا هذه البكتيريا تعيش معها أيضا خلايا طحالب، كوني أخذتها من أحد المناطق البحرية، وأيضا توجد معها طفيليات وديدان وميكروبات أخرى، ممكن تلقى فيروسات إذا كنت يعني عندك مجهر متطور، ممكن يصور 10,000 أو 15,000 مرة. المجاهر هذه ممكن تكشف الفيروسات المتواجدة في العينات. طبعا حتى الآن ليس لدي مجهر يكبر هذا المستوى، لكن عندي مجاهر قوية جدا تكبر 8,000 مرة مثلا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات المتواجدة في هذه العينة في فيديو مستقل.